كنت تعرف قبل كده ان الغدة الدرقية بتأثر جدا على الوزن، وكمان لو انت عندك رعشة ومش عارف سببها ممكن يكون السبب زيادة نشاط الغدة الدرقية. النهاردة بقى هتعرف اعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية. اول حاجة سرعة نبضات القلب والشعور بخفقان في القلب، وكمان فقدان الوزن غير المبرر، تبدأ تحس ان وزنك بينزل من غير ما تعمل رجيم لان عمليات الحرق في الجسم بتزيد، وكمان رعشة في الايد والحساسية من الحرارة، تبقى قاعد في مكان عادي فجأة تحس ان الجو حر وتبدأ تعرق بدون ما يكون في سبب خارجي. وكمان من الاعراض المهمة زيادة الشهية والغضب وسهولة الاستثارة. إذا شعرت بمجموعة من الأعراض دي المفروض تروح تستشير طبيب متخصص عشان نشوف هل السبب هو الغدة الدرقية ولا في سبب تاني.